كيف نعمل حليب من الشوفان للأشخاص اللي عنده مشاكل من اللاكتوز؟ نجيب 1 كوب من الشوفان على 1 لتر ماء بحرارة الغرفة، نطحن لمدة 5 دقائق، بنصفيهم في قطعة قماش تكون نظيفة أو في أي مصفاة تكون الثقب تبعها صغير. بعد ما نصفيهم هيك أصبحوا جاهزين للتخزين بالثلاجة. ممكن نعمل وصفات كابوتشينو، ممكن مع كاكاو. في عندي تقريبا 1000 وصفة صحية. المهتم بالغذاء الصحي يشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.